ايضا معي المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات. يعني مره اخرى بطرح على حضرتك السؤال اللي بنطرحه، هل في يعني في شعور عام بانه في بطء في الحركه الاقتصاديه، ان ما فيش تحديد للرؤيه، انه ما في قطاعات بتشتغل لكن في قطاعات وبالذات الصناعه يعني محتاجه تحفيز اكتر، هل الشعور ده واصلكم؟ هل ده حقيقه ولا ده مجرد شعور مش موجود في الواقع؟ طب خلينا نقسمها لكذا حاجه الاول. اتفضل. في حاجات تشريعات لازم تستكمل وتطلع، ده بالتاكيد. لانه الاصلاح التشريعي لسه مش كفايه وده بياخد بعض الوقت، لكن في حاجات متاخره واحنا بنطالب بيها، لائحه الاستثمار، لائحه الضرائب، بنطالب عدم التسرع في حاجات، لان زي ما حصل التسرع في حاجه ضريبيه ما سمعوش كلامنا، وافتكروا برضو في بعض الاحيان ان احنا بنقول حاجه لمصلحه شخصيه، مش لازم نقعد نشكك انه كل ما يقال بيبقى مصلحه شخصيه، لا. دلوقتي الناس اتغيرت لان في مصلحه عامه، لكن مقاومة الإصلاح هي العنيفة جدا. مقاومة الإصلاح الداخلية داخل ناس في القطاعات وداخل الحكومة في منتهى العنف، وده اللي أنا بقوله بقى حضرتك، عايزة تكملي إصلاح زي ما خدنا على عاتقنا إن الحكومة لازم تطلع إصلاحات تشريعية وتغير من نفسها، لازم برضه اللي يقف عندهم ضد أي قرار طالع بدون مبرر إن يوقفه، لا ياخدوا إجراء ضده. ما ينفعش نسكت على ناس بتعطل عجلة الانتاج او بتهون من الوضع اللي احنا فيه او لمصلحتها الشخصية انها تعطل مستثمر وتعطل مصنع يشتغل وما حدش حاسبه. لا، لو ما حسبناش بقى بشدة فعلا، ان زي ما حصل ان حتى في فترة ما بعد الثورة ان في قطاعات بالكامل تقريبا وقفت، لانه كان الحساب كده مفتوح ويمكن بدون تمييز. لا، احنا بنقول حتى الموظفين حتى القائمين على العمل في الدولة لو عطلوا لازم الحساب بشدة. لا، احنا في فترة صعبة بنحارب ارهاب امني وبنحارب ارهاب اقتصادي. طبعا ممكن تتخيلي الارهاب الاقتصادي عامل ازاي في مصر. طب انا سؤالي يا استاذ سويدي، يعني في الصناعة ايه اللي مانع لتوسعات صناعية؟ لماذا لا الأرض. انا ما خدتش ارض، انا ما خدتش ارض، وده اللي اتكلمنا فيه. احنا الاول عندنا مشاكل ارض، كل اللي عنده حته ارض يتهمونه هو خد وعمل وكسب وما اعرفش ايه، مع ان دي اراضي صناعيه. طب بعد ما خلصنا ومضينا اتفاقيه مع هيئه التنميه الصناعيه وعملت اتفاقيه ان هي اللي تخصص، صدر قانون الاستثمار ادى لنفسه الحق ان هو اللي يخصص الاراضي. طيب متفقين، بس لا حتى ما زادتش، فانا وقفت. يعني انا وقفت من بعد الثوره ما عنديش اراضي، وقفت تاني حتى لما حليت المشكله لحد دلوقتي ما عنديش اراضي. طب انا هشتغل ازاي؟ هشتغل فين يعني؟ مش هشتغل ازاي يعني؟ ما انا لازم مكان ابني فيه مصنع. غير موضوع التراخيص بقى حضرتك، طبعا حدث ولا حرج. يعني ما زلنا بنقول انت يا دوله خلاص غير قادره على اصدار التراخيص. لازم في استشاريين محايدين محترمين معتمدين هم اللي بيطلعوا التراخيص ويحاسبوا طبقا للوائح اللي بتطلع. ليه الدولة مصممة ان هي اللي تطلع التراخيص؟ مع انه حضرتك لو بصيتي في كل المجتمعات هنا في مصر، ما تكلمش على بره برضه، تعالي على مكان قطاع خاص تم انشاء اي مجمع اي كانت مساحته، مش هتلاقي فيه مخالفة مباني واحدة. لكن ما يشرف عليها الحكومة خلاص هي اللي فيها كل المخالفات المباني، هي اللي فيها كل الزيادات. وكمان حاليا بنعاني ان اصبح في تعامل على ناس عندها اراضي وعندها مصانع والكلام ده كله بطريقه تعسفيه. مين اللي بيحاسب اللي عمل طريقه تعسفيه ده؟ مش ده بيسيء للدوله كلها؟ فزي ما حضرتك بنحاسب القطاع الخاص بكل شده، لا ده لازم كمان بقى الموظف العام طبعا لما يخالف اللوائح اللي قدامه او يتهم واحد بالباطل بحجه يقول انا بحافظ على المال العام، انا اسف ده ما بيبقاش ده الواقع. لانه لما بيجوا انا بحاسب على المال العام، لا دي حضرتك حجه بيبقى تحتها بواطن امور كتيره قوي. لا ما ينفعش كده. طيب هنشغل الناس فين وهنطلع بالظبط؟ طب اذا كان المستثمر المصري او المصنع المصري عنده مشكله ان هو يتوسع، ما هو ده برضه هيكون عقبه امام كمان المستثمر الاجنبي. بيجي يبص عليكم الاول، يعني بيبص يشوف ولاد البلد دول بيستثمروا ولا لا، بيتوسعوا ولا لا، فهيدخل ازاي المستثمر الاجنبي؟ المستثمر الاجنبي حاليا بيدخل على المشروعات الكبرى اللي الحكومه
بتتولاها وترعاها بنفسها، وهذا بس لا يكفي طبعا. لازم او بيخش على مشروعات الكونستراكشنز، بيخش على مشروعات الـ 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 الاسكان برضو، المشروعات الكبرى لازم حضرتك النظام الاستثماري وقانون الاستثمار لما اتعمل اتعمل ان يسمح لاي مستثمر ايا كان حجمه يدخل من غير ما يعرف حد، لوائح واضحه، النظام واضح يشتغل عليه. لائحه قانون الاستثمار لم تصدر حتى الان، وده طبعا عطل اجراءات كتير جدا. برضو عايز اقول لحضرتك حاجه، دي خلافات داخل وزارات. طبعا كل وزاره ماسكه في الصلاحيات بتاعتها، خايفه تروح منها. ده معركه البيروقراطيه العظمى بالظبط. فدي لازم حاسم حضرتك طيب. بشده الدولار، وده لازم اسالك عليه مهندس محمد، يعني الدولار هل يمثل بالنسبه لكم الدولار مشكله؟ بص حضرتك، الدولار طول عمره يمثل مشكله، حاليا الوضع احسن بكتير جدا من ما سبق من حوالي يمكن اسبوعين. الصناعه اغلب اعتماداتها الحمد لله اتفتحت، اغلب احتياجاتها اتفتحت، حتى الاعتمادات التجاريه اللي بتخدم على الصناعه وبتخدم على العمليات الانتاجيه، انا بتكلم صناعه يعني انتاج زراعي وانتاج يعني طبعا كل الانتاج بصفه عامه. لا، البنك المركزي دلوقتي مديها اولويه تامه على اتصال تام بيه، لو في اي ملفات خاصه بيرعاها بنفسه. حتى التصدير حضرتك لبعض الدول اللي فيها مشاكل بنكيه زي الدول المجاوره اللي هو الدول العربيه، ربنا يا رب يعني يعفي عنهم ويخفف، انه اللي عندهم مشاكل في تعامل بنوك والكلام ده كله، عمل نظام دلوقتي ازاي التعامل، يجوا بالدولار ازاي ويتعامل ازاي لو بيستوردوا، لان بيجي يشتروا كاش، حضرتك ما يقدروش يفتحوا اعتمادات خلاص وما عندهمش هيكل، فبيجي يشتروا كاش لبلادهم، طب نتعامل ازاي مع الكاش بتاعهم وكده. وكمان هو فتح الخط انه اي، انا جالي النهارده مكالمتين مثلا في حالتين مختلفتين خالص، بعتهم لي ابعتهم له بيدرسهم كحاله حال وبيعرف فيهم قرار. هتقولي لي حضرتك اه ده مش كفايه، لكن احنا برضه ما زلنا عندنا ارهاب اقتصادي حتى في الدولار. لا، في مجاميع معروفه ومعروفين بالاسم، مهربين بيهربوا دولار، تجار حابسين دولار لتعمد ضعف طيب الوضع الاقتصادي. ده مش معناته ان احنا عملنا كل اللي علينا عشان نجيب الدولار، انا بس عايز افهم. لا، في اجراءات كتيره ممكن تتعمل تسهل ان نجيب الدولار، سياحه زي ما حاربنا تنميه الصادرات، احنا حاربنا دعم الصادرات بدون اي لازمه، بدون اي لازمه يا فندم. واحنا محتاجين ندعم الصادرات دي لانه بالفعل يعني الجنيه بتاعنا غالي بصراحه. حضرتك لما قدمنا للحكومه رفع الدعم عن الطاقه كانت خطه كامله تماما، احنا قدمنا قلنا رفع الدعم عن الطاقه، بس الفرق اللي بنوفره ده 25% منه بس، يدعم الطاقه يدعم الصادرات لمده 4 سنين، يعني نمشي بالتوازي وده هيفرق. شيل الطاقه، اما حضرتك رفعنا الطاقه وما خدناش دعم الصادرات بتاعنا طبعا، بالتالي وصلنا الارقام دلوقتي الصادرات ده نزلت 21% طبعا. مفهوم. طب لو ثلاث حاجات سريعا استاذ سويدي، ثلاث حاجات تطلبها يعني لتحسين الاستثمار في الصناعه والتوسع الصناعي، ثلاث حاجات. الارض، احنا الارض حضرتك بعدين، لا الصناعه عايزه حاجات، تشريعات كامله زي ما حسين بيصبوره انا سمعته قبليها، ما ينفعش احبس واحد على علاقه تجاريه ثانيه، يعني في تشريعات لازم تطلع فورا، يعني تشريعات ضريبيه، تشريعات استثمار، موضوع الارض، وبعدين دعم الصادرات ده من الاساسيات، لان هو بيشغل لي، انت حضرتك جنيه واحد بيجيب لي قصاد دولار بيشغل لي قد كده في الطاقه. في عندنا مشاكل، ما ينفعش حضرتك كل الزيادات اللي بتحصل في الطاقه دي مره واحده وانت عندك مصانع مش شغاله، عندك اسواق غير منتظمه، وبعدين هنعاني بعد كده نيجي نقول بقى مصانع متعثره وكده. لا، لازم حضرتك ملف الطاقه بالراحه شويه كده على الصناعه، الملف التشريعي لازم نكمل بكل حسم، وبعدين اي واحد يعيق مصنع فترخيص او هو ده الفاسد، انا رايي ان هو ده الفساد. انا بطلب من الحكومه يعني بجد زي ما ضربنا بايد من حديد على القطاع الخاص على القطاع العام كمان، صحيح مش خير وفقوس يعني. بشكرك شكرا جزيلا المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات.